حضرتنا اليوم وحنتكلم عن خواص التربة، وهذه عن محتوى محاضرتي اليوم تقريبا أعتقد يعني هو تكرار لمواد أنتوا أخذتوها في ميكانيك التربة في الفصل الأول اللي هي الحدود التربينج وكيفية تحديد يعني خواص التربة أو سلوك التربة من خلال تحديد الشرينكج ليميت، بلاستيك ليميت، والليكويد ليميت، وأيضا تجربة تحديد هذه الحدود اللي أعتقد أيضا أنتم أخذتوها بالمختبر التربة. وثم ننتقل إلى أهم أصناف التربة اللي حددتها آشتو وكيفية تحديد نوع التربة، وهذا اللي حفيدنا جدا مهم في كمتغير في مرحلة تصميم الإنشائي للطرق. رح ناخذ أيضا مثال تطبيقي عنه. Soil characteristics. The distribution of particle size in soils can be determined by conducting a sieve analysis, sometimes known as mechanical analysis, in a soil sample if the particles are sufficiently large. عملية توزيع أو تدرج الحجم حبيبات التربة يعرف عادة بسيف أناليسيز، وهذا أعتقد أنتم كلكم عندكم فكرة عنه، اللي هو عملية تحليل المناخل واللي يسمى أحيانا بعملية التحليل الميكانيكي، واللي يستخدم لتحديد تصنيف التربة حسب حجم حبيباتها، وأيضا الحصول على حجم حبيبات أو تدرج لحجم الحبيبات يتناسب مع المواصفات المطلوبة. This is done by shaking a sample of air-dried soil through a set of sieves with progressively smaller openings. يتم هذا من خلال عملية ترتيب المناخل من الحجم الأكبر إلى الحجم الأصغر، ويتم وضع نموذج من التربة الجافة، ضروري أن تكون تربة جافة على المدخل الأول، ثم هز هذه المناخل إما باستخدام الهز عملية الهز اليدوي أو باستخدام آلية الهزاز، ويتم بذلك فصل نموذج التربة إلى مجموعة نماذج، كل نموذج بحجم حبيبات معين. تقريبا أحجام الحبيبات the smallest particle opening of these sieves is 0.075 mm. This sieve is designated as number 20. أصغر حجم حبيبات معروف هو النمبر 200، حجم 200 ورقم 200، واللي حجم الحبيبات أو الحجم فتحات المنخل هو مقداره 0.075 ملي. أما الأحجام الأخرى other sieves include number 140 اللي هو 0.106 ملي، والنمبر 100 اللي هو 0.15 ملي، نمبر 60 اللي هو 0.25 ملي، ونمبر 40 اللي هو 0.425 ملي، ونمبر 20 اللي هو 0.8 5 مليم، وعندنا ايضا نمبر 10 اللي هو 2 مليم، ونمبر 4 اللي هو تقريبا اكبر من بقيه المناخل واللي هو حجم الحبيبات او حجم فتحه المنخل هي 4.75 مليم. هذا احنا مناخل نرتبها من الاكبر الى الاصغر. الحبيبات اللي راح يكون الحجم نمبر 4
طبعا أول واحد من الأعلى، ثم يجي بعده النمبر 10 حسب المواصفات. احنا نحدد بالمواصفات شنو الأحجام اللي نحتاجها، ثم بعدين نمبر 10، بعدين 20، بعدين 40، بعدين 60، 100، 140، ثم 200. فالنموذج اللي حيبقى في سيف المتبقي على سيف نمبر 4 معناته حجم حبيباتها هي 4 أكبر من 4.75، والمار من عندها راح يكون حجمه متنوع، فحتى نفصله راح يمر المار من نمبر 4 راح يمر أيضا على نمبر 10. فالمتبقي على نمبر 10 معناته حجم حبيباته هو 2 مليم أو أكبر، أكبر من 2 مليم، أصغر من 4.75. هذا المتبقي على نمبر 10. المار من نمبر 10 أيضا راح يمر على مدخل 20، فالمتبقي على نمبر 20 هو معناته أكبر من 0.85، أصغر من 2 ملي. وهكذا المتبقي على نمبر 40 هو أكبر من 0.425، أصغر من 0.85، والمتبقي على نمبر 60 هو أكبر من 0.25، أصغر من 0.425، وعندنا المتبقي على نمبر 140، والمتبقي على نمبر 200 هذا هو يعني الأصغر قياس. المتبقي على نمبر 200 معناته هو أكبر من 0.075 وأصغر من 0.106. المار من 0.075 هذا هو اللي حجم حبيباته جدا ناعم، أصغر من 0.075. فحتى نعرف نوع التربة من خلال أحجام الحبيبات، فحد اللي تربة اللي حجم حبيباتها أكبر من 2 مليم اللي هو نمبر 4 نمبر 10 معناته هو جرافل. واللي حجم حبيباتها بين 2 مليم و 0.06 مليم اللي هي بين 0.106 مليم هي ساند، هي تربة رملية. واللي بين 0.06 0.002 هذه سيلت، واللي أقل من 0.002 هي كلي، تربة طينية. من هنا صار راح نقدر نعرف نوع التربة من خلال حجم حبيباتها. هذا نسميه بالتحليل الميكانيكي للتربة. بالنسبة للأتربينج ليميت، Clay soils with very low moisture content will be in the form of solids. احنا تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن التربة الكوهيسيف، وضربنا مثال بالتربة الطينية كنوع مشهور عن التربة الكوهيسيف اللي يكون تصرفها لما تكون مستوى الرطوبة قليل كجسم صلب، تصرف جسم صلب يكون هارد وغير قابل للتشكيل. As the water content increases, however, the solid soil gradually becomes plastic. That is, the soil easily can be molded into different shapes without breaking up. إذا زيدنا محتوى الرطوبة إلى حد معين، التربة راح تاخذ الطينية طبعا راح تاخذ تصرف آخر نسميه بلاستيك، تصرف بلاستيك أو سلوك بلاستيك. هذه الحالة التربة راح نقدر نشكلها كان بي مولدد، يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة بدون أن تتكسر. Continuous increase of the water content will eventually bring the soil to a state where it can flow as viscous
ليكويد. إذا زيدنا محتوى الرطوبة أكثر فالتربة راح تاخذ تصرف آخر يشبه تصرف السوائل، فنسميها viscous liquid. The stiffness or consistency of the soil at any time therefore depends on the state at which the soil is, which is in turn depends on the amount of water present in the soil. فإذا مقدار الستيفنس أو الكونسستنسي للتربة بأي وقت راح يكون معتمد على ظروف أخرى، منها وجود المياه أو كمية محتوى الرطوبة بالتربة. The water content levels at which the soil changes from one state to other is the utter beginnings. من هالمبدأ تم وضع حدود أتربينج اللي تعتمد بالدرجة الأساس على محتوى الرطوبة لتقييم حالة التربة. هذه الحدود هي الشرينكج ليميت اللي احنا نعملها SL، يعني هذا الحد اللي حيفصل بين التربة بحالتها الجافة الصلبة وبحالتها البلاستيك، وعندنا البلاستيك ليميت والليكويد ليميت، وهذه هي موضحة عندكم بالشكل موجود أمامنا، أيضا موجود عندكم بالمحاضرة النسخة البي دي اف. يعني في صفحة 2 شوف بهذا الشكل، هنا عندنا الستيت اللي هي حالة التربة اللي تتدرج من بريتل سوليد صلبة إلى سيمي سوليد إلى بلاستيك سوليد إلى ليكويد. فالحد ما بين بريتل سوليد وسيمي سوليد نسميها شرينكج ليميت SL، وما بين سيمي سوليد وبلاستيك ليميت هي البلاستيك ليميت، ما بين بلاستيك سوليد والليكويد هي الليكويد ليميت. هذا يحدد شنو؟ الووتر كونتينت. الووتر كونتينت هو اللي من خلاله نقدر نحدد محتوى الرطوبة اللي حنعتمده كشرينكج ليميت لهذه التربة، أو بلاستيك ليميت لهذه التربة، أو ليكويد ليميت لهذه التربة. هناك أيضا مصطلح آخر اسمه ليكويد ليكويديتي إندكس، ليكويديتي إندكس واللي حنرمز له LI، وهذا راح يساوي حسب هذا القانون اللي أمامنا محتوى الرطوبة مطروح من عند البلاستيك ليميت على البلاستيسيتي اندكس. فإذا كان الليكويديتي اندكس أقل من صفر معناتها وضع التربة هو بريتل سويلد إلى سيمي سوليد. لما يكون الليكويد اندكس أكبر من صفر وأصغر من واحد التربة حالتها هي بلاستيك سوليد، ولما يكون البلاستيك الليكويد اندكس أكبر من واحد حالة التربة هو ليكويد. من هذا المفهوم راح نستخدمه لتصنيف التربة حسب حدود أتربينج. أتربينج limits are important limits of for engineering behavior because they facilitate the comparison of the water content of the soil with those at which the soil changes from one state to another. فإذا حدود أتربينج مهمة جدا لمعرفة الخصائص الهندسية للتربة، لأنها تعتبر تستخدم للمقارنة بين حالات التربة بالاعتماد على محتوى الرطوبة اللي تتغير من حالة إلى أخرى. They are used in classification of fine-grained soils and are extremely useful since they correlate with the engineering behavior of such soils. أيضا هي تستخدم لتصنيف التربة الناعمة لأنه
هذا النوع من التربة تتأثر جدا بهذه الخواص التي تعتمدها حدود أتومك. خلينا نلقي نظرة على مفهوم الشرينكج ليميت والبلاستيك ليميت والليكويد ليميت. الشرينكج ليميت when a saturated soil is slowly dried, the volume shrinks, but the soil continues to contain moisture. ليش سميناها shrinkage limit؟ لأنه التربة لما تكون نوعا ما جافة بمعنى محتوى الرطوبة بيها قليل، فالفوليوم مالتها راح يبدي بالانكماش فلذلك نسميها حدود الانكماش. Continuous drying of the soil, however, will lead to moisture content at which further drying will not result in additional shrinkage. لما تكون التربة بها محتوى رطوبة معين اللي هو ضمن حدود الانكماش، يعني بها محتوى رطوبة لكن قليل، يعني تبقى التربة تصرفها جاف، قلنا إلها حالة معينة نسميها solid. لما تقل محتوى الرطوبة أكثر، كل ما يقل محتوى الرطوبة أكثر كل ما حجم التربة راح يقل يعني ليش؟ لأنه تأخذ حالة الانكماش، في ذلك نسميها shrinkage limit، فيقل حجمها. ثم يوصل إلى محتوى رطوبة، بعدها لما يقل أكثر حجم التربة راح يبقى ثابت، ما حيصل بها shrinkage إضافي. The volume of the soil will stay constant and further drying will be accompanied by air entering the voids. The moisture content at which this occurs is the shrinkage limit or SL of the soil. فهذا الحد اللي بعده ما يصير أي تغيير بحجم التربة نسميه الـ shrinkage limit. أما الـ plastic limit، the plastic limit or PL is defined as the moisture content at which the soil crumbles when it is rolled down to a diameter of 1/8 of the inch. طبعا تعريف البلاستيك ليميت مأخوذة من تصرف التربة من خلال تجربة مختبرية، ويعرف بأنه محتوى الرطوبة اللي نموذج تربة يبدأ ب خلينا نقول التكسر أو التشقق عند تدحرج نموذج من عنده إلى قطر يعادل 1/8 من الإنج. The moisture content is higher than the plastic limit if the soil can be rolled down to a diameter less than 1/8 of an inch, and the moisture content is lower than the plastic limit if the soil crumbles before it can be rolled to 1/8 of an inch diameter. فاحنا شو نسوي؟ ناخذ نموذج من التربة، عندنا صور نشوفها واعتقد انتم اخذتوها بالمختبر، لاحقتوا تاخذوها. ناخذ نموذج من التربة مع محتوى رطوبة، يعني خلينا نقول عجينة التربة، ونبدي ناخذ ندحرجها بحيث تكون مثل الشريط الاسطواني بقطر الى حد قطر 1/8 من الانج. فاذا التربة اتكسرت قبل ما أو تفتتت قبل ما توصل القطر 1/8، معناتها إنه هاي الحالة الأدنى. If the soil can be rolled down to diameter less than، معناتها إنه the moisture content is lower than the plastic limit. يعني إذا تكسرت، if the soil crumbles before it can be rolled to 1/8، نحن بعدنا يعني ما واصلين إلى قطر 8 إنج، بعدها أكبر، بس تكسرت. ليش؟ إنه كمية المياه غير كافية حتى التربة نظل ندحرجها، نظل نسوي بها مولدد،
فمعناته انه محتوى الرطوبة اقل من بلاستيك ليمت. اما اذا قدرنا ندحرجها الى قطر نصف ثمن انش، وحتى اذا عبره، معناته الموستر كونتينت هو اعلى من البلاستيك ليمت. فاذا الموستر كونتينت اقل من البلاستيك ليمت اذا تكسرت قبل وصول القطر ثمن انش، والبلاستيك ليمت هو اكثر من عفوا الموستر كونتينت هو اكثر من البلاستيك ليمت اذا قدرنا ندحرجها الى قطر ثمن انش او اصغر بدون ان تتكسر. اما الليكويد ليميت، الليكويد ليميت or نرمز لها LL is defined as the moisture content at which the soil will flow and close a groove of 1/2 inch within its it after the standard liquid limit equipment has been dropped 25 times. أيضا تعريف الليكويد ليميت مأخوذ من تجربة مختبرية، وهم أعتقد أنتوا أخذتوها. تعرف أنه محتوى الرطوبة اللي من خلالها التربة تقدر تستمر يعني بالتدفق بالفلوس، وتغلق فجوة مقدارها نصف إنش حسب تجربة بعد 25 ضربة تعرض إلها. إحنا شو نسوي؟ حنخليها بجروف بشكل إناء، ونخلي بيناتها خط يعني فجوة، وبعدين نجي نضرب الإناء 25 ضربة. فإذا التربة صار بيها فلو وقدرت ترجع يعني تغطي هذه الفجوة اللي بيناتهم، معناتها التربة هي ضمن محتوى الرطوبة هي الليكويد ليميت. خلينا نشوفكم الصور. طبعا هذه هي احنا حكينا بيها. سمعناها هنا احنا الشرينكينج ليميت. هذه هنا اذا التربة محتوى الرطوبة مالتها من يقل ما يتغير حجم التربة، معناته هذا هو الشرينكينج ليميت. ولما محتوى الرطوبة احنا جينا هسه الى تجربة الرولينج، راح ناخذ اذا التربة ناخذ نموذج منها ونظل نسوي لها رولينج الى حد نصف ثمن انش. فاذا تكسرت قبل الثمن انش، معناتها الليكويد ليميت هنا اقل من البلاستيك ليميت. اذا لا ظلنا نستمر لحد الثمن انش بدون ما تتكسر، معناتها هي بلاستيك ليميت. ظلت تدحرج، ظلينا ندحرج التربة بدون ما تتكسر حتى أصغر من الثمن إنش، معناته إحنا وصلنا إلى عبرنا البلاستيك ليميت. بعدين نجي نشيك الليكويد ليميت من خلال تجربة الجروف. هذه أول تجربة. Engineering properties of soils based on laboratory testing. Wide variety of soil engineering properties have been correlated to the liquid and plastic limit, and these attribute limits are also used to classify a fine grain soil according to the Unified Soil Classification System or OSHA system. إذا هناك خصائص هندسية كثيرة للتربة تتعلق بحالة الليكويد والبلاستيك ليميت، فلذلك يستخدم الاتوميك ليميت لتصنيف التربة، خاصة التربة الناعمة الفاين جرين سويل، حسب مواصفات اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم او الاشتو سيستم. ما هي المعدات المستخدمة بالنسبة للليكويد ليميت ديفايس؟ هذا لتحديد الليكويد ليميت راح نحتاج الى بورسلين ايفابوريتنج ديش، اللي هو اناء لخلط التربة مع الماء. ليش نسمي evaporating؟ يعني هذا حتى ما يسمح بتبخر الماء. flat grooving tool with gauge، هسه نشوف لكم اياه. وعندنا 8 moisture cans، balance ميزان، glass plate سطح زجاجي، spatula أداة للخلط،
wash bottle filled with distilled water. نحتاج إلى ماء، وأيضا نحتاج إلى drying oven لحتى بيشتغل بدرجة حرارة 105 لتجفيف التربة. بعض الأدوات هي من أمامنا هنا. أول شيء هذا هو السويل سبيسمين، هذا اللي هو البارسلين ديش أو الإناء اللي نخلي به التربة بعدين نخلط به الماء. هذا الليكويد ليمت ديفايس قلت لكم عليه. هذه عندنا هنا الموستر كانس، هاي حتى نخلط التربة مع كميات مختلفة من محتوى الرطوبة، فكل محتوى الرطوبة نخليه بكان صغير. وبعدين نختار محتوى الرطوبة اللي يمثل الليكويد ليمت. وعندنا الجروفينج تول، هذه حتى نسوي الفجوة ما بين نموذجين التربة، هذه حتى نخلط بها التربة للسباتشولا. هذه هو الليكويد ليمت ديفايس. بس هنا احنا اختارينا محتوى رطوبة معين، خلطنا الماء مع التربة، وبعدين خلينا التربة بالديفايس. بعدين جينا استخدمنا هاي الأداة الحمراء اللي نسميها الجروفينج تول حتى نسوي هذا الخط الفجوة بين نموذجين تربة. اوكي، نلاحظ هنا عندي هذا الهاندل، هذا راح نحرك به هذا الإناء ونسوي ب 25 مرة إنه نضرب الإناء بالبليت اللي جواه، بسطح اللي جواه 25 مرة. الفجوة هذه المفروض اللي بيناتهم المفروض توصل إلى 1 مليم. هنا نبدأ شو نسوي؟ إن نضرب الحركة الجهاز يدويا حتى الإناء يبدأ يتحرك، يعني يصعد وينزل يصعد وينزل يصعد وينزل، فيضرب على الجسم الصلد اللي جوا. هاي الضربات راح تبدي نموذج التربة يصير بيها فلوينج، ومن يصير بيها فلوينج راح يبدي يغطي هذه الفجوة اللي بيناتهم ويقل المسافة بيناتهم. هاي التجربة الثانية اللي هي الخاصة بالبلاستيك ليميت بروسيجر، قلنا راح نحتاج إلى الجلاس بليت حتى نخلي بيها نموذج من التربة مع محتوى رطوبة معين، ورا ما يعني نعجنها خلينا نقول نخليها بكاس بمحتوى رطوبة مختلف. راح نجي هنايا ناخذ نموذج ونبدي نسوي لها رولينج مثل ما تشوفون أمامكم هنايا. بس هنايا قطر مالتها أكبر من 8 إنش، فنبدي ندحرج بيها إلى أن يصير بيها كرامبلز. هاي هنا صار بيها كرامبلز، فهذه الكرامبلز إذا صارت وقطرها بعد أكبر من 8 إنش فمعناتها هي أقل من الليكويد ليمت. إذا وصلنا للثمن إنش وصار بيها تكسر معناتها هو هذا البلاستيك ليمت. إحنا شلون نعرف؟ نظل نسوي عدة نماذج بمحتوى رطوبة معين، ناخذ النموذج الأول وندحرجه والثاني وندحرجه والثالث إلى أن نشوف يا محتوى رطوبة اللي يوصلني إلى البلاستيك ليمت. إذا ظلت تدحرج بدون ما تتكسر حتى من يصير قطرها أصغر من 8 إنش معناته إحنا تجاوزنا البلاستيك ليمت، لازم ناخذ محتوى رطوبة أقل. طلاب هاي تجربتي أخذتوها بالمختبر؟ نعم دكتورة ما فيها. ما اخذت يعني اي اخذناها يعني ما دخلت فيها تفاصيل هواي بس اذكركم فيها. بس هذا احنا اخذنا يعني مقدمة سريعة عنها للاترمبنج اللي انتم ماخذيها بالتفاصيل، بس حتى اقول لكم راح نستفاد من عندها لتصنيف التربة طريقة اشتو. ASHTO classification system. The ASHTO system of soil classification was developed in 1929 as the Public Road Administration classification system. هي مؤسسة طوروها بسنة 1929. بالبداية كانت تعتبر كنظام تصنيف تربة المستخدمة للطرق.
It has undergone several revisions. The present version proposed by the Committee on Classification of Material for Semi-Grade and Granular Type of Roads of the Highway Research Board in 1945. طبعا الطريقة اللي طورت عام 1929 صار بها عدة تحديثات إلى أن ثبتت عام 1945 واعتمدت أيضا من قبل ASTM بالمواصفات اللي هي مرقمة 3282 وأيضا ثبتت بأشتو بمواصف رقم M 14.5. The AASHTO classification is to classify the soil into seven major groups. اللي هي من A1 إلى A7. إحنا هذه ليش نحكي بها هسه؟ أعتقد أنتم أخذتوها بالتربة لأنه راح نحتاجها بالتصميم الإنشائي كمدخل. نريد نحدد التربة ضمن يا جروب A1 لو A2 لو A3 لو A4 لو A5 لو A6 لو A7. حتى بضمن هذه الجروبات اكو جروبات فرعيه اخرى. Soils classified under groups A1, A2, A3 is granular material. التربه اللي ضمن جروب A1 و A2 A3 تعتبر هي granular material واللي يكون بيها which 35% or less of the particle passes through number 200. نحدد شلون؟ من خلال المار من number 200. هذا النمبر 200 هو الحد الفاصل بين الجرانولار ماتيريال وبين الفاين ماتيريال. فإذا كان المار من نمبر 200 هو أقل يساوي 35% أو أقل، معناتها حجم الحبيبات كبير. حجم الحبيبات كبير، فالتربة هي جرانولار ماتيريال ضمن الجروب A1 وA2 وA3. Soils of which more than 35 pass through number 200 sieves are classified under groups A4, A5, A6 and A6 and A7. أما المار من إذا كان المار من number 200 أكبر من 35% من حجم النموذج كله أو من وزن النموذج كله، معناتها التربة هي تصنيفها ضمن الجروبات A4 وA5 وA6 وA7. هذه A6، فأنتم عندكم خطأ. فإذا المار إذا كان المار بالنمبر 200 أكبر من 35%، فالتربة تصنف ضمن الجروبات A4 وA5 وA6 وA7. These soils are mostly silt and clay type material. نوع التربة ضمن هاي الجروبات الأربعة هي يا إما silt أو clay type. وهذا هو الفيجر اللي إحنا أو الشارت اللي نستخدمه لتحديد جروب التربة. راح أشوف إنه المحور العمودي يمثل البلاستيسيتي اندكس تراوح من 0 إلى 70، والمحور الأفقي هو الليكويد ليميت من 0 إلى 100%. أكو عندي هنا هذا الحد العمودي الفاصل، مؤشر على ليكويد ليميت مقداره 40، ده يصنف الجروب التربة إلى صنف أول على يساره وصنف آخر على يمينه. اللي على يساره هو A2 وA6 وA4، A2 وA6 وA4. نشوف الـ A2 مصنف بصنفين A2-4 وA2-6. اللي على يمينه راح نلقي A7 وأيضا A2 وA5. الـ A7 بصنفين A7-6 وA7-5، والـ A2 هو A2-7، يعني عندي A2-4 وA2-5 وA2-7 وA2-5، 4 و5 و6 و7، وعندي الـ A5. عندي خط أفقي ممدود من Plasticity Index مقداره 10، هذا يصنف لي إياها إلى خلينا نقول فوق وتحت
الجوة هو ال A24 و A25 و A4 و A5، واللي فوقه هو A26 و A27 و A6 و A7. وقلنا بما انه A7 بنوعين، A75 و A76، فعندنا هذا الخط المائل اللي يفصل بيناتهم. فإذا من هذا الفيجر نقدر نصنف التربة إلى 5 جروبات، 1، 2، 3، 4، 5. فإذا كان عندي على سبيل المثال الليكويد ليمت 20 والبلاستيسيتي اندكس مثلا 30، فراح نمد خط هذا السهم الأحمر من ليكويد ليمت 20 وهذا السهم الأحمر من البلاستيسيتي اندكس 30 حتى يتقاطعون في نقطة. تقاطعهم وين صار بالضبط؟ صارت هنا ضمن الجروب A26 و A6، معناته هنا التربة نوعها يا أما A26 أو A6. هاي شلون تتحدد؟ طبعا راح تتحدد من خلال الباسي بنمبر 200 إذا أكثر من 35 أو أصغر من 35%. طلاب راح توقف هنا، راح نكمل إن شاء الله، عندنا مقطع التكملة بالجزء الثاني من الباوربوينت أيضا نازل عندكم. اللي هو واحد رقم 3-1 هذا خلصناه الآن، و3-2 هذا هو التكملة. راح أتوقف هنا إن شاء الله، وراح أعطيكم ريست نقول 10 دقائق، 9 إلا 3 عندي، عفوا 10 إلا 3، 10 إلا 10 نرجع ونكمل المحاضرة إن شاء الله الجزء الثاني. تمام طلاب عيني؟ تمام أستاذة، تمام جدا.